اهلا، مساء الخير حبايبي. بعد غياب كم يوم كذا نرجع لوصفاتنا ان شاء الله، فرح نعمل حلا. انا عارفه انه اختبارات والكل مشغول، بس رح اعطيكم الوصفات، سويها سيف وحفظ، هتنفعكم في رمضان. الوصفه هذه اعطتني اياها واحده من المتابعات، قالت لي بلقيس لازم تجربيها، فقلت لها اوكي وعدتها اني انا راح اجربها. ما شاء الله تبارك الله اعطتني الطريقه بالتفصيل، فانا حمشي على طريقتها واشوف اذا الوصفه يحتاج لها تعديل من عندي او لا. بس ان شاء الله باذن الله الوصفه امورها طيبه. هيك يا امي اليوم نرجع للحلى. راح نحتاج توست. التوست انا شلت الاطراف وطحنته، احتاج كوبين من التوست وثلاثة ارباع كوب من الفستق المجروش، مش المطحون، مجروش زي ما انتم شايفين. نص كوب من الزيت النباتي، ثلاثة بيضات، ثلث كوب من السكر، ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ملعقتين من الدقيق أو تقريبا ربع كوب من الدقيق، وملعقة كبيرة ملعقة وسط من الفانيليا. وممكن نضيف آخر شيء شيرة، مش ممكن هو أكيد يعني، بس هنحتاج شيرة إن شاء الله. طيب انا زي ما قلت لكم راح امشي على طريقتها زي ما قالت لي بالضبط، مع اني كنت ناويه اغير شويه بس قلت لا خليني اجربها اول شيء زي ما هي قالتها واشوف ايش ممكن نعمل او نعمل فيها تعديلات، او مو تعديلات يعني اضافه. طيب عندي الثلاثه البيضات والسكر والبيكنج باودر والدقيق والفانيليا، تمام. يعني حط زيت بس ما اعرف ليش ما خرجت، ونخلطها خلط ناعم يعني خلط كويس. وكنت حنسى اني احط الزيت، بس نحط الزيت ما ننسى. عندي هنا نص كوب من الزيت ونخلط. الماكينة هذه أنا ما راح أحطها، فخلاص إلين لما نشوف إنه السكر داب تماما خلاص كده الخليط عندي جاهز. حط الخليط هذا زبدية، أحط عليه كوبين من التوست المطحون، منزوع الأطراف كله، ثلاثة أرباع كوب من الفستق المجروش، ونخلط. هذا شكله بعد الخلط وهذا القوام. أنا مجهزة الصينية، دهنا صينية زبدة، ممكن ندهنيها زيت عادي. زي ما قلت لكم انا الوصفه دي لسه انا قاعده اجربها معاكم، فان شاء الله باذن الله تزبط. هتروح الصينيه على درجه حراره 160 درجه مده ما اعرف يمكن ربع ساعه او 20 دقيقه. طيب هذه خلصت، لسه انا ما اعطيتها اسم، انا مو عارفه هي كيكه هي بسبوسه، لسه ما اعطيتها اسم، بس ما شاء الله تحميرتها حلوه. راح
أسقيها شيرة، الشيرة هنا عندي وسط تمام وبحرارة الغرفة. فأنا أشوف الشيرة الوسطية أنسب لها، ممكن تشربيها بشيرة خفيفة هتزبط معاها كمان، بس الشيرة التقيلة لا. طيب أنا صبيت الشيرة وأحس إن هي تحتاج زيادة، فأنا حطيت تقريبا 3/4 كوب من الشيرة الوسط، بس أحس إنها تحتاج، فإيش هسوي؟ هقطعها عشان ما أكتر فيها شيرة وتشربها كويس. بعد ما أقطعها راح أشربها شيرة مرة تانية تمام، فخليني أقطعها وأرجع لكم. خلص بعد ما قطعتها أقدر أضيف شيرة زيادة، فهنا عندي كمان 1/4 كوب، يعني الكمية كلها تقريبا كوب. إذا حابة سكرها أقل يكتفي ب3/4 الكوب، كفاية عليها. ما شاء الله خلصت، فحنستنى عليها شوية كمان وبعدين أبدأ أوريكم كيف طلعت معايا من جوا وإيش طعمها بالضبط. طيب يا حبايب قلبي دقتها طبعا قبل لا أرجع لكم بالصورة النهائية أو بالتصوير النهائي. شوفوا بنات أنا مو عارفة إذا الوصفة جديدة عليكم أو لا، بالنسبة لي أنا الوصفة جديدة علي، فخلوني أوريكم قوامها. هي قوامها طلع قريب للكيك، شايفين؟ عشان فيها 3 بيضات تمام. طعمها لذيذ ما شاء الله. أنا عشان مستخدمة نوعية ممتازة في للفستق، فطلعت مرة رهيبة صراحة. ف لو جيت عدتها مرة ثانية راح أحط فيها قشطة، يعني مو جوا، راح أزينها بالقشطة يعني، لأنها أحس تحتاج قشطة يعني. صراحة حلوة يعني، اللي يحبوا الكيكات الجديدة بالطرق الجديدة هذه حتناسبهم. ما شاء الله تبارك الله، يعني زبطت من أول مرة، حبيت. طيب الطريقة دي كمان جديدة علي أنا، بس في متابعة كمان تانية قالت لي الوصفة أيوة نعرفها، فما أعرف هي الظاهر موجودة يعني، بس تعرف من الوصفات القديمة مرة اللي يعني ترجع تنعشيها مرة ثانية، فأعتقد هي هذه. صراحة مرة لذيذة وأنا مرة عجبتني، ممكن أعيدها مرة ثانية قلت لكم، بس هحط فيها إضافات من عندي. قلت لكم إذا حابة تجربي وصفة جديدة وخفيفة يعني ما تكون متعبة، هذه هي حلى ممتاز لرمضان والله، مع كاسة قهوة راح حلو. الصينية يا بنات أخذتها من يا بلاش اللي في سوق الشاطئ، يعني رخيصة، يمكن أخذتها 35 ريال، بس صراحة مرة حلوة.